مشاهدينا الكرام، مشاهدي الجزيرة مباشر مصر، نحييكم من داخل مصنع بنها للصناعات الإلكترونية، أحد المصانع التابعة لوزارة الدولة للإنتاج الحربي، حيث يقوم المصنع هنا مشاهدينا الكرام بتصنيع أول كمبيوتر لوحي في مصر. سنقف معكم مشاهدينا خلال الدقائق القادمة للإجابة حول عدد من الأسئلة، هو نسبة المكون المصري في هذا المنتج، وكذلك كيف يتم التصنيع، لحساب من، وسنسير معكم، سنصطحبكم مشاهدينا الكرام في جولة نطوف معكم فيها في مراحل تصنيع هذا الجهاز، بداية من المرحلة الأولى وصولا للمرحلة النهائية والمنتج النهائي. معنا مشاهدينا الكرام في هذه الدقائق المهندس عبد العظيم، مدير التشغيل أو مدير الإنتاج هنا في هذا المصنع. باشمهندس أتعرف بحضرتك. المهندس عبد العظيم الأزهري، رئيس القطاعات الإنتاجية بشركة بنها للصناعات الإلكترونية. باشمهندس عبد العظيم، في البداية عايزك تكلمنا عن شركة بنها أو مصنع بنها للصناعات الإلكترونية. شركة بنها هي إحدى قلاع الصناعة التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي تحت رئاسة السيد الفريق الوزير للإنتاج الحربي. شركة بنها انشأت في الستينات، بها حوالي 1900 عامل ومهندس وفني. العمالة الموجودة في شركة بنها تم تدريبها بالداخل والخارج، لأن كل مشروع من المشاريع بيتم التدريب عليه في الخارج علشان صقل ونقل التكنولوجيا اللي هي ترانسفير اوف تكنولوجي. شركة بنها حاصلة على شهادات الايزو من اول ايزو 9000 اللي هو الخاص بنظام الجودة، 14000 اللي هو خاص بالبيئة، الايزو 18000 اللي هو خاص بالسلامة والصحة المهنية، والايزو 17025 الخاص بمعامل المعايرة. شركة بنها حاصلة على جميع شهادات الايزو. شركة بنها انشئت سنة 1960، وهي تقوم بانتاج عدد من المنتجات الالكترونية المدنية. زي ايه؟ اولا المنتجات المدنية في شركة بنها للصناعات الالكترونية، احنا بنشتغل في منظومة الطاقة الشمسية، ودي منظومة دلوقتي بنتطلع عليها كلنا او لسيادة توجيهات السيد الفريق الوزير، منظومة الطاقة الشمسية اللي هي سولار انرجي، علشان موضوع توفير الكهرباء في مصر. احنا عندنا ولله الحمد الشمس عندنا في مصر كتيرة وموجودة، احنا ممكن نستغل الطاقة الشمسية بجميع المناطق الجمهورية. بعد كده احنا عندنا نظام توفير الطاقة باستخدام الليد، اللي هو الليد ده عبارة عن ديود بيشع ضوء لما بنحط له عليه فولت. نظام الليد ده بيوفر تقريبا 75% من الطاقة. يبقى بناخد الليدات دي هنعمل مشروع قومي اللي هو استبدال الكشافات بتاع الشوارع بكشافات ليد، اللمبات البيوت بلمبات ليد. يعني منظومة الليد هتتعمل في مصر عشان انقطاع الكهرباء ومعالجة انقطاع الكهرباء وانشاء مولدات جديدة، فهنشتغل بالايه؟ بالسولار انرجي او الطاقة الشمسية ومنظومة الليد. كمان شركة بنها للصناعات الالكترونية اشتغلت في التلفزيون LED، او بنشتغل حاليا في تلفزيون LED. بنشتغل ايضا عندنا مصنع كبير جدا للدوائر المطبوعة، سواء الدائرة الوجهين او وجه واحد وجهين ومتعددة الطبقات، وده مصنع مش موجود في مصر الا في شركة بنا، بنوصل لحد 14 طبقة. شكرا جزيلا باشمهندس. نعم، الان مشاهدينا سننتقل الى بدايه خط الانتاج او المرحله الاولى لصناعه التابلت المصري او الكمبيوتر اللوحي. ننتقل الان مشاهدينا الكرام الى المرحله الاولى لصناعه الكمبيوتر اللوحي المصري. الآن مشاهدينا نحن أمام المرحلة الأولى لتصنيع الكمبيوتر اللوحي المصري، وهي تصنيع الدوائر الإلكترونية داخل مصنع بنها للصناعات الإلكترونية. معنا المهندس عمرو، هو من الشركة التي تعاقدت مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي لتصنيع هذا الحاسب اللوحي. باشمهندس عمرو، أسألك عن الفكرة الأول، جات لكم الفكرة إزاي؟ هي الفكرة حضرتك من حوالي سنة ونص، يعني كان واضح إن الكمبيوتر اللوحي هيحل محل الحواسب الشخصية، وهيحل محل يعني هيبقى ليه استخدامات كتيره جدا. فعرضنا الفكره على وزاره الانتاج الحربي، لان الانتاج الحربي عنده الكوادر والامكانيات اللي تتيح لينا ان احنا ننتج الجهاز يعني على احسن مستوى. والفكره سياده الوزير الفريق رضا حافظ شجعها جدا، و يعني امر ان جميع الامكانيات بتاعت بنها تبقى متاحه للمشروع دوت بدون حساب تكلفه عاليه، على اساس ان يبقى في امكانيه لانتاج الجهاز بتكلفه اقتصاديه.
فده يعني كان من ضمن الحاجات اللي شجعتنا وخلتنا نستمر في دعم المشروع. هي وزارة الاتصالات هي اللي بدأت أو هي اللي بتشتري منكم المنتج النهائي تقريبا؟ هو المشروع عملاه شركة إتيدا وهي تابعة لوزارة الاتصالات، وهي الفكرة من المشروع إن شركة بحجم شركة بنها تنتج الأجزاء اللي هي معقد أو محتاجة تكلفة استثمارية عالية جدا للإنتاج، وبحيث إن تسيب عملية التجميع وتمرن مصانع معها إنها تقوم بعملية التجميع اللي هي يمكن عملية مش معقدة زي العمليات الأولانية في تجهيز الكومبوننت الأساسي للجهاز، بحيث إن توطين الصناعة في مصر، يعني هو هدفهم توطين الصناعة في مصر. يعني إتيدا كما قال البشمهندس عمرو هي إحدى المنظمات التابعة لوزارة الاتصالات، وهي تقوم بتوطين الصناعة في مصر، وتقول إنه هذا المشروع هو مجرد بداية، وإنها تستهدف أن تنقله إلى 4 مصانع مصرية أخرى. الآن مشاهدينا يعني معنا المهندس ليحدثنا عن المرحلة الأولى لصناعة يعني اللوحة المطبوعة، الدائرة المطبوعة داخل جهاز التابلت. فين اللوحة المطبوعة بتاعت التابلت؟ اللوحة المطبوعة بتبقى مالتي لاير بتاع جهاز التابلت، بتبقى متعددة الطبقات دي ودي دي التوب ودي البوتوم. تبدأ طبعا بالنسبة لنا كأنواع دوائر مطبوعة، في سنجل سايد، دبل سايد، مالتي لاير لحد 14 لاير. بتبدأ بيجي لي البحوث والتصميم، الداتا بتاعتي، المعلومات بتاعتي بيجي من الجربر فايل، حاجة اسمها سي ان سي دريلينج وسي ان سي راوتنج ماشين. الراوتنج اللي هو بيدي لي شكل الدايرة النهائي اللي بتبدأ بعدها التسليم النهائي للمنتج النهائي بتاعي. لكن الدائرة الإلكترونية أو المماثلة للمذر بورد داخل الكمبيوتر بتصنع بشكل كامل هنا داخل مصنع بنها. وحضرتك بالنسبة للدوائر المالتي لاير، أصلا مصنع دوائر المطبعة بيبقى له مواصفات، فحسب إمكانيات الدائرة اللي بتجيلي مواصفاتها بقدر أقول الدائرة دي هل أقدر أصنعها، لأن طبعا في العالم وصل لحد 30 مايكرون، أنا ليا حدود مسموح بها لحد 100 مايكرون. أنا بتكلم عن الدائرة الخاصة بالكمبيوتر اللوحة. دي بالنسبة لي دي أقدر أصنعها. انت بتصنعها هنا الدايره دي بتصنعها هنا بشكل كامل؟ بشكل كامل، بتبدا من A to Z. بتجي لي البيز ماتيريال، البيز ماتيريال اللي هي الالواح النحاسيه الاساس، والفويل اللي هو الانر لاير بتاع الدائره المطبوعه، وبنبدا ناخد الدائره المطبوعه طبقا للمعلومات اللي جايه لي. ابدا اصنع من A to Z بالنسبه لي، ابدا في تصنيع الانر لاير كانها دائره سنجل سايد، ببدا اطبق الافلام بتاعتي والداتا بتاعتي، ببدا ادخل الزميل بتاع الطباعه. في عندي نظام اسمه ريجستريشن سيستم، النظام ده خاص بالمالتي لاير الوحيد، عشان بيبدا لان المالتي لاير بتبقى متعدده طبقات، فكل لاير لوحدها، فازاي انسق ما بين اللاير التوب والبوتوم والانر لاير الداخليه. فالريجستريشن سيستم ده بيعمل لي دلائل، ابدا بعديه لما عمليه التصنيع تتم يبقى ما فيش عندي اي شيفت بين الانر لير والاوتر لير. لكن كل العمليات دي بتتم هنا داخل المصنع، هنا داخل الدوائر المطبوعه. اذا مشاهدينا يعني المهندس عبد العظيم، يعني عدا البروسيسور او المعالج التشغيل داخل دلوقتي، دي اول خطوه في انتاج التابلت، وده زي ما قلت قبل كده ده مشروع قومي بتوجيهات من سيادة الفريق الوزير ان احنا نشترك في هذه المنظومة القومية، وباستخدام طاقات الاستثمار الحربي. انت عارف ان شركة بنها هي احدى شركات او قلاع الصناعة في الهيئة القومية للإنتاج الحربي. الخطوة اللي بعد كده بناخد الدائرة اللي اتعملت دي، وعندنا المكونات الإلكترونية، المكونات الإلكترونية دي بيتم تركيبها في خط التجميع السطحي، وإحنا عندنا خطين ممكن نشوفهم دلوقتي. إذا مشاهدينا إلى المرحلة الثانية وهي التجميع السطحي أو تركيب المكونات على الدائرة الإلكترونية المطبوعة التي تصنع هنا داخل مصنع بنها للصناعات الإلكترونية. يقول مصنعو هذا الجهاز إنه عدا شاشة اللمس أو شاشة التاتش وكذلك المعالج أو البروسيسور، فإن جميع المنتجات داخل التابلت أو إنار الحاسب اللوحي المصري يجري تصنيعه هنا داخل مصنع بنها للصناعات الإلكترونية وكذلك تجميعها. المرحلة الثانية التي نحن متوجهين إليه الآن مشاهدينا الكرام بحسب القائمين على التصنيع، هي يقولون أنها هي المرحلة الأصعب في التصنيع، حيث تستلزم يعني مهارة وخبرة. تأتي بعدها مرحلة تجميع أو تركيب الشاشة، والتي يعني يقول المهندس عبد العظيم أنها تحتاج إلى غرفة مفرغة من الهواء، غرفة نظيفة بنسميها كلين اريا او الداست فري اريا، ودي منطقة نظيفة علشان عملية لصق التاتش سكرين او شاشة اللمس ما يبقاش تحتها ذرات اتربة ويبقى بتقلل من كفاءة تشغيلها. هدف في القسم الثاني او المرحلة الثانية وحدة التجميع السطحي. وحدة التجميع السطحي في شركة بنها للصناعات الالكترونية
ديت من اولى خطوط الانتاج للمكونات الالكترونيه السطحيه. انشا الخط الاولاني في شركه بنها سنه 1997، وده كان خط من شركه فوجي اليابانيه. الخط الثاني من شركه يونيفرسال الامريكيه، تم تركيبه في اغسطس 2010، وده خط جديد ليواكب تكنولوجيا التطور السريع في تكنولوجيا المكونات الالكترونيه السطحيه. نعم، يعني ديت اللوحه المطبوعه اللي بيجي لكم من القسم، دي اللوحه المطبوعه اللي بيجي لكم من المرحله الاولى. دي اللوحه المطبوعه، وده حضرتك البرنامج اللي المهندسين الشباب عندنا كفاءات عالية جدا في عمل البرامج الإلكترونية الخاصة بتركيب المكونات الإلكترونية، وده زي ما سيادتك شايف كده على الحاسب، ده السيرفر بتاعنا اللي بيغذي البرامج للمكن، وباين عليه الدائرة بتتجمع على الوجهين الطوب والبطم أو اللي فوق واللي تحت. بنجمع الوش الاولاني اللي هو بيكون اقل كثافه في عدد المكونات، والمكونات بتاعته بتبقى خفيفه وصغيره، وبعد كده بنقلب الوش الثاني بنجمع عليه البروسيسور والرامات والكنترولرز الموجود او الحواكم اللي موجوده. يعني عمليه تركيب المكونات على اللوحه المطبوعه تتم من خلال ماكينات؟ من خلال ماكينات كومبليت اوتوماتيك، ما فيش حد بيمد ايده فيها، يعني الدايره بتتحمل بلودر او بيحمل الدواير، بتدخل على اول مرحله، دي مرحله ايه؟ مرحله طباعه الازير. دي مرحله طباعه الازير، مكنه طباعه الازير على الدايره. الوش بياخد عجينه ازير مكان تركيب المكونات، عشان المكونات تثبت عليها، عشان المكونات تتحط على عجينه الازير. ماشي حضرتك؟ باشمهندس حضرتك بتعمل على المكنه ديت؟ ايوه يا فندم. بعد ما بيركب الازير بتنتقل للمكنه الثانيه اللي هي بتركب الايه؟ المكونات. اول حاجه عمليه، اول عمليه هنا بطباعه الازير على الدايره، وبعد كده بتنتقل الى الدايره المكنه دهيت. المكنه دي عليها الكومبوننت كلها عباره عن اما مقاومه او مكثف او ترانزستور او اي سي، بتركب من خلالها على حسب البرنامج اللي مضاف او مبعوث من السيرفر من هناك للمكنه دهيت، بحيث ان هي بتركبها في الاكس والواي داتا اللي مطلوبه من البرنامج. بتخرج من هنا بتدخل المكنه الثانيه اللي بتركب. هي حاليا دلوقتي انت بتركب المكنه دي، بتركب عليه المكونات على اللوحه المطبوعه. ايوه، دي المكنه بتركب المكونات الصغيره. يعني في عندنا مكنتين، مكنه للسمول كومبوننتس المكونات الصغيره، وفي مكنه لللارج كومبوننت. المكنه الاولانيه بتركب الخامات اللي هي مثلا بتتراوح بين نص ملي لحد مثلا 5 ملي. المكنه الثانيه الاكثر من كده، ولكن انا متابع دلوقتي ان في عندنا في الانتاج ففي بعض المشاكل في الخامات، فاحنا بنعمل تحسين للانتاج. فانا متابع، انا بروجرامنج انجينير، متابع لو اي مشكله في خامه ببدا اصلح المشكله، اعمل فاين ادجستمنت عشان تحسين الانتاج بعد كده برودكشن. يعني دي خامه مثلا جت تشيلها المكنه فلقت مكانها مش مظبوط، فاحنا بنعمل فاين ادجستمنت بحيث كل المشاكل اللي في الانتاج يبقى ستيدي، يعني مفيش اي مشكله. يعني ننتقل الى المكنه الاخرى. هذه الماكينه دي بتركب المكونات الثقيله. احنا الاول بيجي لنا البرنامج هنا، بيبقى ده البرنامج بيقول بتركب ايه على اللوحه المطبوعه؟ بيركب هنا على اللوحه المطبوعه اللي هي بتركب الخامات الكبيره زي البيجيهات والايسات الكبيره. اما الماشين رقم واحد الكتاب بتركب الحاجات اللي هي صغيره، مقاومات ومكثفات والحاجات الصغيره دي. اما هنا بتركب معظم الايسات اللي هي ذو حجم كبير، والبتشات اللي هو ذو دقه عاليه جدا في الايه؟ البتشات بتاعتها. نعم. وبعد كده بننتقل الى مرحله التاكد من الجوده. يا باشمهندس عبد العظيم، احنا عندنا دلوقتي اول نقطه في الجوده، بيبقى عندنا الكاميرا محطوطه في خارج المكن اللي بيركب المكونات، وعندنا فني متمرس ومتدرب على يشوف المكون راكب في مكانه صح، هل في مكون ناقص مركبش يكون المكنه عدته، او يكون عندنا حاجات ممكن يركبها بايده زي سوكت له شكل غير منتظم المكنه ما تقدرش تشيله، فبيتم تركيبه بالايد. يتم مراجعه عمل الالات يدويه. لا، بكاميرا فيديو زي ما انت حضرتك شايف. لكن بيتم هو المهندس بيركب بشكل، لا ما بيركبش حاجه بايده الا اذا كان سوكت شكله غير منتظم المكنه غير قادره تتعامل معاه. بعد كده بيدخلها، وبعد كده بتدخل الفرن زي ما انت حضرتك شايف. المكنه الدايره بتخلص وبتدخل الفرن. الفرن ده فيه حاجه اسمها هواء مضغوط تحت درجه حراره حوالي 225 درجه مئويه. ال 225 درجه مئويه الدايره بتدخل بطول الفرن وبتخرج الناحيه الثانيه ملحومه بدون اي حد ما يلمسها. يعني زي ما انت حضرتك شايف كده الدوائر خارجه. ايدك بس يا باشمهندس بسرعه.
الدايره خارجه زي ما انت حضرتك شايف كده، بتخرج ملحومه، وبعد الدايره ما بتخرج ملحومه بيبدا التفتيش الانتاج عليها. تفتيش الانتاج اول مرحله منه يعني هنا تفتيش الانتاج بيجري مراجعه برضو بيرجع بيتم مراجعه الدايره وبيراجعها عن طريق ميكروسكوب زي ما حضرتك شايف، زي المدام هنا ما بتبص. لو المدام بتركب حاجه؟ لا، المدام بتعمل عمليه رتوش. رتوش زي ما يكون مثلا في الدايره بيطلع فيها مثلا حاجه اسمها ازير قليل على خامه بتاع، او خامه غير متركبه، او في سوكيتات زي ما بقول لحضرتك ما ينفعش تدخل الفرن، فبيتم تركيبها هنا بعد الفرن. ايه السوكيتات اللي موجوده هنا في اللوحه يعني؟ يعني دلوقتي بتركب السوكيت ده، سوكيت بتاع الشاحن تقريبا؟ السوكيت ده بتاع الشاحن حضرتك، وفي حاجات برضو ما هتروح بعد كده للخط الثاني ان شاء الله حضرتك، في حاجات مكونات زي السماعات والحاجات دي. المكنه ما تقدرش تركب المكان ده، وده دي مش بنا هي اللي ما عندهاش الامكانيه دي. دي تكنولوجيا الانتاج كده، ان لازم الكروت اللي هي الاس ام تي في بعض الكومبوننت المكنه ما بتقدرش تاخدها وتركبها، فده بيبقى اللي هو العامل البشري هو اللي بيتدخل. وبالمره كمان وهي بتتدخل بيبقى فرصه ان هي بتشوف برضو اللي هي المكان بتاعها، الدقه في التركيب والكلام دوت. ومن ان شاء الله ننقل على الخط الثاني هتلاقي في اماكن كتيره اللي هو العامل البشري اللي هو بيبتدي ينتج. بالمناسبه الناس اللي هي شغاله في اللحام هنا دي واخده فرقه، ولازم تبقى ما بتش اي حد بيجي يلحم هنا، ده بتبقى لازم واخده فرقه، وفي ناس منهم في بنها تم تاهيلهم في المانيا واخدين فرق لحام من المانيا وفرق لحام من امريكا. يعني برضو احنا شايفين اثناء تجولنا في المصنع عدد من العناصر او عدد من الاجانب موجودين جوه المصنع. احنا الاجانب اللي موجودين هنا في المصنع بنها الغرض منهم ان هم يتابعوا الكواليتي كنترول على المنتج. يعني يتاكدوا من جوده المنتج. جوده المنتج فقط لا غير. والحمد لله يعني من زي ما انت شايف الناس اللي موجوده اللي هم الاجانب ما فيش ملاحظات طلعوها لغايه دلوقتي علينا الحمد لله. هم بيتاكدوا من جوده المنتج اثناء تصنيعه، لكن من يقوم بالعمل هم مصريون. زي ما انت شايف حضرتك ما فيش حد يعني صاله كبيره بالشكل ده ما فيهاش الا واحد بس جاست كواليتي، وبيبقى جاست واتشنج من بعيد ان هو يتاكد ان ما فيش حد بيعمل يعني اي حاجه اوت البروسيدر بتاعتها. ده باشمهندس عبد العظيم بيساعد على ان على ضمان يعني جوده المنتج. جوده المنتج احنا يعني في حاجه اسمها ترانسفير اوف تكنولوجي، يعني انت عندك عايز تنقل تكنولوجيا جديده لاول مره بتتنقل، لاول مره بتنقلها لمصر، فلا لابد ان في حاجه اسمها المساعده الفنيه. المساعده الفنيه ديت خاصه بان الجهاز الشركه اللي بتنتجه علشان تنقل التكنولوجيا بتبعت لي بعض العناصر في الستارت او في البدايه علشان تتاكد ان المنتج بتاعها هيتعمل بنفس الجوده اللي هي بتعمله، علشان لما يتعرض بطريقه صح لا يسيء الى الشركه المصنعه الام. بعد جودة الإنتاج حضرتك بتيجي هنا الجودة الكواليتي أشورنس اللي هي متوصل على شاشة مراقبة الجودة. نعم، مراقبة الجودة هنا عندنا حضرتك دول بيعملوا تشيك على الإنتاج أو بيراقبوا على الإنتاج، بحيث هنا الشريحة أو اللوحة المطبوعة متوصلة على الشاشة؟ بتتوصل على الشاشة على يعني الجيك دي أو التسجة ديت هي تابلت ناقص الدايرة اللي احنا بننتجها. فمجرد ما وصلتها يبقى عندها تابلت وبتتحقق ان هي شغاله. لكن يعني هنا قبل ما يخرج من الصاله هنا انت بتتاكد قبل ما يخرج من الصاله لازم يختبر ان الدايره بتادي وظيفتها، على شبه لما تروح التجميع النهائي للصاله اللي احنا هنروحها لازم تكون متاكدين ان الدايره هنا طالعه مختبره وسليمه وجاهزه للتجميع النهائي. هنا بتختبر السوكتس اللي اتركبت، بتختبر كل السوكتات وكل الاداء، حتى البروسيسور بيختبر، الميموري بتختبر، الكاميرات بتختبر، كل الوظائف اللي موجوده في التابلت بيتم اختبارها. وهنا بتنتهي المرحله الثانيه؟ وهنا لا، هنا لسه الجوده بتتاكد ان الدايره سليمه. بعد كده بنحمل سوفت وير للدايره. تحمل سوفت وير للدايره؟ منين بقى؟ المهندس عبد الحليم بيقوم بتحميل سوفت وير للدايره. انت بتحمل سوفت وير للدايره ازاي يا باشمهندس؟ بتوصل اللوحه المطبوعه على الكمبيوتر؟ بنوصل اللوحه المطبوعه بالكمبيوتر بتاعنا، وعندنا السوفت وير الخاص بتحميل نظام اندرويد تشغيل 411، وبيتم عمل طبعا نظام تشغيل 411 ده نظام عالمي ومستخدم في تقريبا في معظم الاندرويد، مستخدم تقريبا في كل التابلتس اللي بتنتج، حتى مش انار فقط، الشركات العالميه. تمام ماشي. فبتم تحميل دلوقتي السوفت وير بتاعنا
بخطوات معينه، لو في اي مشكله الجهاز بيقولها لي وبيقول لي مثلا المشكله في المكان الفلاني، وابدا اختبرها بعد كده على الجيج بتاعي، بشوف لو في اي مشكله عندي برجع تاني للسكيماتيك بتاعي واشوف لو في اي مقاومه او اي مكثف في مشاكل او في تغيير، ببدا ارجع للجماعه بتوعنا بتوع التاتش اب يبداوا يعملوا لو في مشكله بيحلوها لي. دلوقتي انت هنا مركب بنزل لها السوفت وير بتاعي، بحطها على جيج الاختبار، بيبقى عندي برنامج اختبار كامل بيبدا يعمل لي انت هنا برضو بتختبر السوفت وير كمان بعد ما ركبت. نزل برنامج اختبار للتابلت كامل، بيختبر لي الجهاز بتاعي جزء جزء، ببدا بالفيرجن بتاع الجهاز، بتاكد ان هو نزل عليه الفيرجن بتاع السليم، بعد كده بختبر الكاميرا. لو اختبرنا الكاميرا مثلا، لو اختبرنا الكاميرا بالشكل ده كده اهوت، بالتكه كده بيفتح لي الكاميرا الاماميه بتاعتي، بتاكد ان هي شغاله وببدا اصور بيها، بعد كده ببدا اختبر الكاميرا الخلفيه واتاكد ان الكاميرتين الاثنين بتوعي شغالين. بعد ما اتاكد من الموضوع ده بقول ان كده الكاميرا تمام اوكي، بيبدا يعلم لي عليها ان هي اوكي تمام. بعد كده بختبر البلوتوث والبطاريه والبرايتنس بتاع الجهاز جزء جزء لحد ما اختبر مكونات الجهاز كلها، وبالتالي تبقى اللوحه عندي سليمه 100% تبدا تخش مراحل التجميع النهائي. الاختبار ده بيتم على كل لوحه ولا على عينات؟ لوحه طبعا، لا كل لوحه، ما كل لوحه طالعه من عندي لازم اختبرها 100% ان جميع مكوناتها سليمه ما فيش فيها اي مشاكل. يعني اذا مشاهدينا هذا هو هذه هي المرحله الثانيه، وهي المرحله الاصعب في تصنيع الكمبيوتر اللوحي، وهي تركيب المكونات فوق اللوحه المطبوعه. بعدها تنتقل اللوحه المطبوعه الى القسم النهائي التجميع وتركيب المنتجات. ننتقل الان مشاهدينا الكرام معكم الى القسم النهائي لتجميع الكمبيوتر اللوحي الإينار. هنا مشاهدينا الكرام المرحلة الثالثة والأخيرة لصناعة إينار أو الكمبيوتر اللوحي المصري، حيث تدخل هنا اللوحة المطبوعة بعد أن تقوم الشركة بتركيب عليها الإضافات، ويجري هنا تجميعها على شاشة اللمس، وكذلك تجميع كل المكونات حتى يخرج إينار من هنا داخل الكرتونة معدا للبيع. المهندس عبد العظيم، أول حاجة هنا تركيب شاشة اللمس بتتجمع في كلين إيريا، وبنيجي هنا في الغرفه دي بنعمل عليها تشيك ان هي ملزوقه ما فيهاش مشاكل ما فيهاش اتربه، محطوط زي ما انت حضرتك شايف كده جهاز بيطلع بخار علشان بيبقى الهوميديتي او الرطوبه بنسبه معينه، لو في اي اتربه في الجو بتسقط لتحت، وبنسميها الايونيزيشن عمليه التأيين عشان ما فيش اي ايونات اتربه او اي حاجه تبقى موجوده في المكان. نعم باشمهندس، ده يعني دي شاشه اللمس هي احد المكونات اللي بتيجي من بره، تيجي مستورده ما بتصنعش هنا في مصر. وحتى هي عموما حضرتك الكومبوننت اللي هي الرئيسيه في اي منتج، حتى الكومبوننت الدقيقه عاده شركات الانتاج دلوقتي، حتى امريكا في حد ذاتها ما بقاش عندها حاجه اسمها منتج امريكي الا للصناعات اللي هي الاستراتيجيه الكبيره جدا. منتج امريكي خالص قصدك؟ خالص، لكن هو كل واحد بيعتمد دلوقتي على ماليزيا اندونيسيا مثلا، موضوع السيليكون والايسيات بتبقى ماليزيا واندونيسيا هم اللي متحكمين، لان لازم كم من اللي هو الماس برودكشن لازم يبقى كبير جدا. فموضوع المنتج جاي منين او الكلام ده، انا مش شرط يكون عندي الكومبوننت الصغيره منتج مصري، لكن عندي الفكر ان انا اعمل السوفت وير بتاع التابلت، اعمل التابلت ده لان هجيبه من كذا سوق، مش هيبقى سوق واحد اللي محتكره اكتر من سوق. الشاشه ديت انت حضرتك قلت لي قبلها ان هي بتستخدم في اجهزه ثانيه، اللي بتستخدم في الابل وبتستخدم في كل حاجه، اللي ده شاشه ال جي، والمصنع اللي هو حتى الصين اللي بينتج الكلام ده، لان احنا في ناس من مصنع بنها، واحنا رحنا اتدربنا في مصنع فوكس كون هناك في الصين اللي هو بينتج جميع منتجات ابل اللي هي الامريكيه اللي هي بتوزع تحت المنتج الامريكي، نفس المصنع اللي بينتج الكلام ده هو نفسه اللي كان واخد اللي هي السامبلز اللي احنا اتدربنا عليها في الصين. الشاشه دي ستاندر، الشاشه ستاندر زي شاشه التلفزيون ال اي دي والال سي دي، الشاشه بتبقى ستاندر وممكن تستخدم في اي براند نيم او اي ماركه، لان شاشه ال جي، شاشه سامسونج، شاشه اي انواع اللي بتتجمع مع التابلت. المهندس عبد العظيم، انا عايزك قبل ما نبدا في المرحله الثالثه والتجميع اللي عليها، عايزك تكلمني عن شهور الاعداد، يعني ازاي اعددتوا لتكوين خط الانتاج ده والبدايه فيه؟ والله بالنسبه للاعداد احنا على حسب تعليمات السيد الفريق الوزير رضا حافظ،
ادى تعليماته للسيد رئيس مجلس الاداره ان احنا نبدا نجهز الكلام ده من اكتر من سنه. بدانا نشوف الشركه اللي هنشتغل معاها وانت شفت الشركات اللي احنا اشتغلنا معاها، واعتقد المهندس عمرو ادى نبذه مختصره عن شركه ايتيدا والمواصفات اللي هي حاططها، واشتغلنا مع الشركات بحيث ان احنا نجهز نعمل ترانسفير اوف تكنولوجي، يعني التكنولوجيا اللي بيتعمل بها المنتج ده في البلد المنشا هي نفس التكنولوجيا او الخطوات اللي بتعمل بها المنتج هنا في شركه بنا للصناعه الالكترونيه. المهندس عمرو، ايه الخطوات اللي خدتوها قبل ما تبداوا تكوين خط الانتاج؟ بعتنا مهندسين يتدربوا في نفس الشركه المنتجه اللي هي شركه فوكس كون، الشركه المنتجه لابل، وده يعتبر يعني هم عندهم اعلى تكنولوجيا في المجال دوت. ابل مش ابل، شركه فوكس كون. فوكس كون هي المنتج لمنتجات ابل. يعني ابل بتصنع عند فوكس كون؟ بالظبط كده، هي فوكس كون بتصنع جميع منتجات ابل. فاحنا بعتنا مهندسين تبع شركه سي سي يتدربوا هناك من شركه بنها ومن المهندسين عندنا في الشركه، ان هم يتدربوا يعني في الصين، وجبنا الخبر هنا اهوت بحيث ان هم يعملوا نفس خط الانتاج المماثل لنفس خط الانتاج اللي موجود في الصين. طب ايه الصعوبات؟ يعني ايه المرحله اللي كانت صعبه في نقلها هنا؟ اصعب حاجه كان نقل التكنولوجيا الكارت. هو تكنولوجيا الكارت نفسه. الكارت نفسه اللي هي اني كومبوننت بيتحط في اني حته، دي تعتبر اصعب حاجه. وطالما قدرت توصل لانتاج الكارت يبقى انت تقدر تعمل له صيانه، تقدر تصلحه، تقدر تطوره، تقدر يعني هي البدايه هنا. هو يعتبر الجهاز عباره عن كارت وشاشه. مش مهندسه، انتوا ايه هنا بتركبوا السماعات صح؟ ايوه، لا السماعات في اول مره العمليه، بعد ما بتيجي الدايره بي سي بي من السطح. يعني بتجي لكم هنا من المرحله الثانيه؟ دي اول عمليه في الاسمبلي، في من السطح، من الاس ام تي، من السطح الدايره بتيجي بتبقى مختبر من هناك، الضبعات مختبره جايه معاها متجمعه كلها انتاج شركه بنها، وبتيجي البنت اول عمليه بتركب السماعات بالكاويه. يعني بتخش على مرحله واحده المطبوعه اللي بتيجي من المرحله الثانيه. ايوه، من بتركب عليها السوكتس، لكن لكن من غير السماعات. لا، من غير السماعات، هي بتجمع هنا كله بقى اسمبلي كله هنا في مراحل التجميع كلها على الخط ده اللي هو السكي دي. ده وده الميكروفون تقريبا في الميكروفون، وهي جايه كلها من السطح متجمعه كده. السطح اتجمعت هناك، اللي احنا قلنا الجزء ده والجزء ده، ده اللي بيصنعوا هناك. بالاضافه بقى هنا حضرتك زي ما انت شايف بيبتدي بقى الكابلات اللي هي الداخليه والميكروفون والسماعات، ده كله بقى اللي بيتم تجميعه في الصاله اللي هي شارع التجميع السطحي يعني. طيب دي مرحله رقم واحد في السي كي دي، واخد بال حضرتك؟ الفنيه هنا بتقوم بتركيب بعض السماعات، بعد كده بتنقل المرحله الثانيه. المرحله الثانيه بتبدا تركب عندي الموتور وبتثبت السماعات، ودي الخطوه رقم اثنين. بتثبتي هنا الموتور والسماعات وايه تاني؟ الدايره بتثبت الدايره والانتنه بتاعت ال دي الليد بتاع حساس الضوء تقريبا. والانتنه والمسامير، ثلاث مسامير والسماعات والمايك. بتركبيها على التاتش سكرين او على الشاشه؟ طيب وبعد كده بننتقل لايه؟ الخطوه رقم ثلاثه في التجميع، بتبدا تحط الريبون كيبل ده الخاص بتوصيل المين بورد بالشاشه، ماشي، والبريستات اللي هي بتاع الاون اوف والفوليوم، السويتشز اللي هي الزراير موجوده، الزراير اللي عليه تبدا تركبه، وبتبدا تحط الريبون كيبلز كلها، الكابلات اللي هي الفلات اللي انت حضرتك شايفها دي، بتبدا تركبها علشان تبدا توصل السيستم مع بعضه دلوقتي. يعني مهندس، انا شايف في كل عمليه هنا في لوحه محطوطه عليها الارشادات. ايوه مظبوط، ده دي البنت بتشتغل عليها، بتبص وتشوف العمليه الاول اللي قدامها بتعمل ايه، الخطوات الخطوه الاولانيه ايه والثانيه ايه والثالثه ايه، لازم تمشي زي العمليه ما بتقول لها. انا عايز اسالك على معدل التشغيل بالنسبه للخط هنا، هل اختلف اول ما بداته اول اسبوع واول اسبوعين عن دلوقتي؟ يعني بقى في تمرد؟ طبعا دلوقتي البنات ايدهم مش بدات تمشي دلوقتي كويس عن الاول. الاول كانت لسه، اول الصاله كان فيها شغل حواسب الكترونيه، البي سيز اول ما بدانا بيها، بدانا بالحواسب الشخصيه للتشالنجر، بدانا باللابتوب، ودلوقتي دخلنا في مرحله التابلت الاكثر تكنولوجي. لكن عايز اتاكد بس ان هو مع الوقت، يعني مع الوقت ايديهم مشيت، طبعا ايديهم مشيت وبقوا احسن من الاول كتير كتير، وطلعنا شغل واختبرنا والنتيجه كويسه الحمد لله. يعني
طيب حضرتك ان كل عملية من العمليات، لو حضرتك شايف ان العملية اللي بتقوم بيها البنت او الانسة اللي قاعدة بتبقى عملية واحدة ومتكررة، فخبرتها كل ما بتركب واحد بقى التاني الخبرة بتزيد، التالت، فبنثبت العملية لكل اللي شغال عليها، بنغيرش العمليات، يعني اللي شغال عملية هو ثابت عليها، فبياخد خبرة، خبرة بتتراكم معاه. هنا ايه الكاميرا؟ هنا الكاميرا الأمامية والخلفية. دي بتركب الكاميرتين، الكاميرا الأمامية والكاميرا الخلفية. على التابلت، يبقى كده العملية ما عدا البطارية. البطارية في آخر مرحلة. باشمهندس أنت هنا بتركب الكاميرا على اللوحة اللي بتجيلك. لا أنا بفتش هنا على التوصيلات. تبدأ تركب الفلاتات وبعد كده بشوف. هي بتركب الكاميرا؟ بتركب الكاميرا والفلاتات كلها بتبقى راكبة قبلها. أنا النقط اللي قبلها دي كلها أنا بقدر أفتش عليها من هنا. سواء اللحام، سواء الفلاتات ديت، الفلاتات دي كلها كل حاجه راكبه سليم. انت بتراقب هنا بالعين لان لسه الباور مش موجود. لا تفتيش هنا مبدئي. تفتيش مبدئي بعد كده في تفتيش على شط التنش. شكرا جزيلا. بعد كده للخطوه الاخيره في تجميع التابلت وهي تركيب البطاريه. يبقى التابلت دلوقتي عندي المين بورد ركبت، السماعات والكاميرات والكابلات، وبعد كده بنركب البطاريه استعدادا لتقفيل التابلت علشان يطلع كمنتج. البطاريه هي اخر حاجه بتركب جوه، اخر حاجه بتركب في المنتج. دي البطاريه، دي البطاريات. يا حضرتك بس تجيب حضرتك البطاريه دي، يعني دي بتقعد حوالي 7 ساعات، من 6 ل7 ساعات. البطاريه دي تعتبر يعني التابلت اللي هو المصري اللي موجود هيشتغل 7 ساعات متصله، وده لو حضرتك شفته في اي منتج تاني مش هتتحقق الا 4 ساعات، من 4 ل5 ساعات. لكن عشان التابلت دوت هيشتغل مع طلبة الجامعة وبعد كده ان شاء الله المرحلة التانية المدارس، فما ينفعش يشتغل 4 ساعات ويفصل منه، يعني المينيمم انه يشتغل معاه مينيمم 7 ساعات عشان اللي هو الفترة الدراسية بتاعته. عشان كده البطارية ديت بتفرق عن اي بطارية موجودة في اي تابلت موجود في مصر او في اماكن تانية، لانها اغلى بكتير من البطاريه الثانيه. كمان من الناحيه الفنيه، المهندس حسام بيتكلم من الناحيه العمليه. من الناحيه الفنيه ان احنا بنختار بطاريه الملي امبير اور بتاعها بيبقى عالي. الملي امبير اور اللي هي سعه البطاريه. سعه البطاريه كل ما زادت الملي امبير اور بتاع البطاريه كل ما كان فتره التشغيل بتزيد. فاحنا بنزودها علشان الطالب يبقى ممكن وهو رايح الكليه لو هيقعد 6 ساعات في الكليه او في اي مكان ما يضطرش ان هو يستخدم الشاحن، ولو في حتى ايه الكهرباء مش موجوده. تصنيع ايه؟ بتصنع فين البطاريه دي؟ البطاريه ديت من شركات متخصصه في عمل البطاريات. نعم بتستوردوها منها، لكن انتوا عاملين حسابكم ان هي تقعد اطول من المدى الموجود. ده ستاندر وحاجات موجوده في السوق افيلبل. خطوه تاليه ان شاء الله، يعني في اللي هو الباور بانك اللي هي البطاريه اللي هي الباور بانك اللي بتستخدمها معاك، اللي هي بتبقى بتحطها في شنطه معاك او حاجه، بحيث لو حبيت تشغل تابلت او اي حاجه. دي ان شاء الله المرحله الثانيه اللي احنا هنتعاون اكسترنال البطاريه خارجيه، بيسموها باور بانك. دي بعد كده بيقدر حتى تابلت موبايل اي حاجه بتوصل السكوت عليها وبتشتغل معاك برضو، دي بتديك اكستنشن مش اقل من 4 ساعات. فدي الخطوه التاليه ان شاء الله ان احنا هنحاول نعملها في مصر باذن الله. هنا تقفيل التاب ووضعه جوه الكيس. دي الخطوه بقى اللي هي بيبداوا ايه يحطوا الباركود علشان يبقى كل تابلت طلع من عندنا معروف طلع امتى وتاريخ تصنيعه والتجميع بتاعه، ان التابلت ده خارج فعلا من شركه بنها للصناعات الالكترونيه بباركود معين، بحيث ان احنا لو خدنا الباركود ده بنقراه بنعرف الداتا، كل الداتا الخاصه بالتابلت. الباركود اللي بقى محطوط جوه هو بيبقى محطوط بره اللي هو ده، يبقى في منه نسخه جوه ونسخه ماشي. وده طبعا انت احنا بنضمن التابلت اللي احنا بننتجه، وعلشان تعرف تاريخ الانتاج بتاعه وتاريخ تسليمه علشان نقدر نقول ان ده خرج من شركه بنها امتى. هنا اتقفل خلاص التابلت، ده بيبدا تقفيل التابلت بقى اللي نبدا نحط الباك كفر عليه. وماشي حضرتك هنا الفنيين بيقوموا بحط الباك كفر، وبعد كده الجوده بتعمل تشيك على دي كده عمليه تقفيل نهائيه للتابلت. بتوصل الباك كفر اللي هي البطاريات، البطاريه محطوطه في الباك كفر، وبتوصل كابل البطاريه بالمين بورد بتاعتنا، وبعد كده بتقفل الايه التابلت. ماشي حضرتك. برضو في حاجه برضو، كان شركه ايتيدا خصصت فريق للبراندنج اللي هو اختار الاسم، اللوجو، الشكل، الالوان،
وعملوها بطريقة محترفة جدا، يعني اللوجو هم اللي مختارينه وحصل تغييرات كتير. مسجلين الاسم باسمكم؟ وزارة الاتصالات مسجلها باسمها، ده يعتبر اسم ملك وزارة الاتصالات. فاحنا هم طبعا اختيار اللوجو، تغيير شكل اللوجو على الجهاز ان هو بطريقة بارزة، كتابة الاسم تحت الشاشة، الحاجات دي كلها كان تدي يعني شكل تجاري للجهاز. بالظبط، يعني هم كانوا مراعيين جدا جدا ان الجهاز يخرج على مستوى عالي جدا. واحنا برضو من الناحية التانية كان تعليمات سيادة الوزير والسيد رئيس مجلس إدارة الشركة ان مراعاة الجودة، ان الجهاز يطلع جودته على اعلى ما يكون ليليق بالاسم اللي محطوط عليه. هنا الاختبارات النهائية للتابلت، التابلت خلاص خرج لك انت التابلت خرج للنور، تم تقفيله وتجميعه. بعد كده عن طريق السوفت وير اللي احنا جايبينه بنبدا نعمل تشيك على التابلت الفانكشنز بتاعته بالكامل، نبدا نشوف كل فانكشن او كل وظيفه من الوظائف بتشتغل بالطريقه الصحيحه. هنا طابعين عليه ميد ان ايجيبت. مكتوب عليه، لان احنا فعلا احنا اللي عاملينه، يعني احنا اللي عاملينه، هو يعني شركه بنا اللي حضرتك شفت من اول الدوائر المطبوعه للتجميع، الدائره الالكترونيه للتجميع. الجهاز بالكامل ما فيهوش حاجه خارجيه غير الشاشه والبروسيسور نفسه. نعم. هنا كده احنا شايفين الجهاز هو شغال بشكل كامل. يعني ده كده الجهاز شغال. عشان بس ياخد هنا بقى نقطه التحميل. نعم. مهم جدا ان انت تحمل التابلت بتاعك. التحميل من 4 ل 8 ساعه. تحميل التابلت من 4 ل 8 ساعه. معنى ايه التحميل؟ التحميل يعني اسيبه شغال. يعني اوصله بالكهرباء واسيبه احط له فيديو، بحيث ان الفيديو ده يشتغل لمده من 4 ل 8 ساعات، بحيث ان احنا نقول ان اداء التابلت ده خرج من شركه بنها قادر ان هو يشتغل في جميع الظروف البيئيه. بيبقى زي حاجه اسمها اختبار اعتماديه، ريلابيليتي تيست. بعد اي منتج في اي حته بتتم لازم بعمل عليه اختبار اعتماديه. الاختبار الاعتمادية بتاعي بيبقى اللي هو حوالي 8 ساعات، بتأكد ان مفيش مشاكل حصلت، ان الجهاز شغال 10 على 10، التحميل بتاعه 100 100. فكده بالنسبة لي انا خلصت اختبارات الاعتمادية بتاعتي. وبتسيبوه هنا بالفترة الطويلة دي 8 ساعات؟ واحد شغال فيه، واحد اللي هو المفروض المهندس المسؤول هو اللي المفروض ان هو بيتابع الكلام ده ويشوف لو في مشكلة حصلت. يعني لا لا لازم النقطة بتاخد حوالي 21 تابلت. النقطة دي نقطة تحميل ل 21 تابلت في نفس الوقت، يعني مش واحد بيتحملوا ال 21 في نفس الوقت. دي محطة التحميل، بيديلهم كلهم كهرباء وبيشغلهم على فيديو بحيث ان هم يتنوم متحملين للثمان ساعات. انا عايز اسالك يا باشمهندس، انتوا الانتاج يعني انتوا بتنتجوا كام وحده في اليوم؟ بداتوا بكام؟ وصلتوا لحد كام؟ ومستهدفين كام؟ والله احنا دلوقتي ممكن نوصل من حوالي 300 الى 500 تابلت في اليوم. في اليوم الواحد. هنا بيركب الشاشه دي بتنظف الشاشه بالاستيكر اللي عليها اللي هو بيحميها، البروتكتور. نعم. البروتكتور بتاعها. وهنا بقى بيتم التحميل النهائي، تحميل الكرتون. تغليف يا فندم؟ لا، تغليف كله. بنحط جميع بتطمن ان الاكسسوارز كلها موجوده بتاع الجهاز. هاتي بطل لو سمحتي. بيبيعوه كمان بالكفر؟ بكفر. لا، بكفر جلد. موجود تحت ال ده عباره عن شنطه جلد علشان تتحمل لو وقع من الطالب او اي حاجه، والشنطه دي قويه بتحمل الصدمه بحيث ان لو الطالب وقع منه على الارض فما يخافش عليه. ده المنتج النهائي جاهز ومعد. انت هنا بتحط الضمان طبعا؟ ده الضمان. ده الجهاز النهائي طبعا، ده المنتج النهائي. دي شهاده ضمان واليوزر. كتالوج جوه، كتالوج بتاع الجهاز الشادي، وده الباركود ان هو طلع من شركه بنها، موجود عليه باركود من هنا، وعلاش على شهاده الضمان، وعلى الجهاز من بتاعنا من بره ومن جوه. وفي الاخر طيب انا عايز اسالك يا باشمهندس عن الشنطه. دلوقتي الشنطه دي بتيجي معاه طبعا، علشان لو وقع من الطالب ولا حاجه تقدر تحمل التابلت بتاعه. وعلى برضه الكرتونه انتوا كاتبين برضه ميد ان ايجيبت، عشان ميد ان ايجيبت، لان هو فعلا زي ما انت شفت ان ده احنا ما بنقولش حاجه ما عملناهاش. ان دي فعلا حقيقه واقعه ان شركه بنها للصناعات الالكترونيه بتقوم بانتاج التابلت صناعة حقيقية واقعية وليس بروباجندا. زي ما الأستاذ عمرو قال لحضرتك إن أصلا إينار دي
اسم مصري، منتج مصري، محدش يقدر ينتج المنتج ده دلوقتي الا مصر. اذا مشاهدينا، هذا هو انار الكمبيوتر اللوحي او التابلت المصري في مرحلته النهائيه، يستعد لي او تستعد الشركه لان تذهب به الى المنتج النهائي. يعني يا باشمهندس كلمينا بقى عن يعني دي المواصفات مطبوعه على الكرتونه بتاعه الجهاز. مواصفات كلها موجوده اهيت، مواصفات عاليه جدا. حضرتك انت شفت بنفسك بيتصنع من ال زد في الشركه، من الدوائر المطبوعه للسطح، التجميع السطح الدايره بتاعته لهنا، التجميع كل الكومبوننت موجود في شركه بنها، وطلع بتركب البطاريه في الاخر، بيتقفل، بينزل عليه السوفت وير، بيتقفل في الكرتونه بتاعته بتاع الجديده اللي حضرتك شفتها. المواصفات موجوده عليه، مواصفات عليه قريتها حضرتك، بسعر لسه ما حدش حدده، بس هيكون ان شاء الله بسعر منافس للجميع عشان يبقى في ايد الطلبه وفي ايد الجميع، يبقى في متناول الجميع. يعني مهندس عامر، انت دلوقتي واقف قدام المنتج النهائي، قدام انار او التابلت اللوحي المصري مكتوب عليه هنا ميد ان ايجيبت، يعني ايه الخطوات او ازاي كنتوا بتفكروا ان انتوا تنتجوا التابلت ده؟ ايه الصعوبات اللي واجهتكم؟ هو طبعا في الاول كان في صعوبات كتيره جدا، من الاستثمارات، يعني برضو يعني الخطوة اللي اخذتها وزارة الانتاج الحربي وسيادة الفريق اتاحت الامكانيات اللي موجودة في الشركة، هو اللي امكن ان احنا يعني ننتج الجهاز دوت، لان الاستثمارات كانت هتبقى عالية جدا وكانت هتخلي الجهاز يعني ما ينافس. فهو حاليا دلوقتي اعتقد ان شاء الله هينزل بسعر منافس جدا جدا لاي جهاز تاني عنده نفس الامكانيات. يعني هو ده نتيجة تعاون من وزارة الاتصالات وزارة التعليم، تعاون ثلاث وزارات. نعم. يعني هو ده ثمرة تعاون ثلاث وزارات. نعم. وزارة الانتاج الحربي، وزارة الاتصالات، ووزارة التعليم العالي. نعم. وطبعا يعني القطاع الخاص معهم، انما طبعا لولا تعاون الثلاث وزارات والاصرار على خروج حاجه مشرفه، يعني اصرار ايتيدا على خروج حاجه مشرفه، واصرار سياده الوزير ده حافظ على خروج حاجه يليق عليها ان يتحط عليها صنع في مصر، خلى الموضوع يعني على قد ما هو صعب، على قد ما الواحد سعيد ان هو لقى المنتج بالشكل ده بالجوده دي. وطبعا الكوادر اللي موجوده في بنها يعني بصراحه يعني ليه اخترتوا له براند نيم انار، ما صنعتوش براند مشهور عالمي او حاجه معروفه؟ ليه عملتوه ميد ان ايجيبت وصناعه مصريه واديتوا له اسم؟ واعتقد انتوا تعبتوا زي ما قلت لي في ان انتوا تعملوا شكل تجاري للمنتج. هو حقيقة اللي تعب في ان هو يعمل شكل تجاري للمنتج ايتيدا، ايتيدا كانت عامله فريق بتاع التابعه لوزاره الاتصالات، التابعه لوزاره الاتصالات اللي هي يعني صاحب اللي هي الجهاز هيتورد لها ان شاء الله. يعني هناك طبعا في يعني فريق محترف في البراندنج، وهو يعني اخذوا وقت واخذوا تفكير واخذوا مجهود جامد جدا 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 ان هم عايزين يعملوا ماركه مصريه. يعني براند مصري، براند يكون مصري، زائد طبعا متابعه الخطوات من يعني من الاول للاخر، متابعه الخطوات بتاعه الانتاج، متابعه الامكانيات بتاعه الجهاز. يعني احنا الامكانيات بتاعه الجهاز اتغيرت كذا مره واحنا شغالين. انتوا شغالين اثناء التشغيل؟ شغالين اثناء التشغيل، علي قوي البروسيسور شويه، ارفع كفاءة البطارية، يعني غير الظهر خليه ألمونيوم بدل ما يبقى حاجة تانية، اعمل يعني في حاجات كتيرة جدا اتغيرت على الجهاز لنوصل بيه للشكل اللي هو موجود عليه حاليا دلوقتي، وده مجهودات كتيرة جدا، يعني مجهود كبير جدا اتعمل من الشركة هنا، سيادة الفريق ورئيس السيد رئيس مجلس الإدارة وشركة ايتيدا. باشمهندس انا عارف ان حضرتك شغال في الانتاج، بس لكن عايز اسالك عن الافق في التسويق بقى، هل هتخرجوا خارج اطار وزاره التربيه والتعليم والتعليم العالي؟ زي ما قلت لحضرتك تاني، تعليمات سياده الفريق الوزير رضا حافظ وزير الانتاج الحربي ان احنا نشترك في اي مشروع قومي. التابلت والطاقه الشمسيه، كل المشاريع القوميه اللي الدوله دخلت فيها. مصنع اصلا كنت بتصنعه قبل كده ثلاجات او تلفزيون تلفزيون وريسيفر ودوائر مطبوعه، بنشتغل دخلنا منظومه موفره للطاقه، داخلين في المراوح وعندنا ممكن نجمع غسالات وممكن اجهزه البرينترز وكل المنتجات المدنيه بيركز عليها سياده الفريق، بحيث ان احنا يبقى وزاره الانتاج الحربي بتساهم
بتساهم في توفير المنتجات المدنية بالأسعار المناسبة للمستهلك. نعم، إذن يعني مشاهدينا الكرام طفنا معكم في جولة حول خط إنتاج إينار أو الكمبيوتر اللوحي المصري. هذا الكمبيوتر اللوحي الذي ينتج داخل مصنع بنها للصناعات الإلكترونية، إحدى مصانع وزارة الإنتاج الحربي. الفكرة بدأت من إتيدا التابعة لوزارة الاتصالات المصرية، عاونتها وزارة التعليم العالي بأن وفرت العميل الذي يأخذ هذا المنتج، ثم دخلت عدد من الشركات التي نقلت هذه التكنولوجيا. على مدار أكثر من عام كانت هناك محاولات لنقل هذه التكنولوجيا إلى مصر، ونجحت هذه المحاولات أخيرا التي ما زال تطويرها مستمرا حتى الآن لتطوير هذا المنتج الذي كتب عليه صنع في مصر. يعني نشكركم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، ونترككم في رعاية الله وأمنه. كان معكم من داخل مصنع بنها للصناعات عبد العزيز مجاهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.